انا حتى في الروشته بتاعتي يعني مش روشته ان هي مجرد ان احنا نكتب الادويه وبس كده، لا لا الموضوع يا جماعه والله بكتب كده ممنوع العصبيه، ما تسمحيش لاي حد باي حال من الاحوال ان هو يعصبك، لانك انت اللي هيجي لك الضغط. نصيحه مستمره، انت اللي هيجي لك الضغط، انت اللي هيجي لك السكر، انت اللي هيجي لك القلب، انت اللي هتموتي في التحاليل كده. شوف التحاليل، الغده الدرقيه سليمه، ما فيش انيميا، ما فيش ديدان، صحيا بخير. طيب يعني هي الحمد لله صحيه. انا خسيت بشكل كبير في السن ده، انا في الثانويه ومش عارف اعمل ايه وشوف لي حالي. هي بتفكر كتير، بيجي لها قلق، بيجي لها توتر، بيحصل لها اكتئاب بسبب التفكير، الضغط النفسي. طبعا يبقى لازم نعالج الضغط النفسي في البدايه. العلاجات السريعه، احنا دلوقتي عايزين ندي فيتامينات. طيب. فيتامين د وفيتامين بي 6، عايزين ندي املاح الكالسيوم بالمغنيسيوم لان غالبا بيبقى عندهم نقص كبير جدا فيهم. طب ايه الوجبه المقترحه عشان يبقى بشكل سريع الناس بقى تستفيد؟ ايه الحاجات اللي احنا ممكن ناخدها او ايه المشروبات السريعه اللي احنا ممكن نشربها تفتح لنا الشهيه شويه؟ مشروب الكراويه، اليانسون، البابون، الحلبه، ناخدها بعد كل وجبه، نحاول ننوع ما بينهم. الوجبه المقترحه الثانيه احنا ممكن بليله باللبن، ناخد وجبه بليله باللبن بعد الوجبات. ممكن ناخد لبن ونحط عليه شويه مكسرات ونحط عليه 7 تمرات صباحا كل يوم. ديت هتحسن لهم الحاله المزاجيه، هتنشط لهم الدوره الدمويه، هتخليهم في حاله نفسيه تكاد تكون كويسه، تريح لهم اعصابهم فيكونوا ريلاكس احسن، ونستطيع ان احنا نحل المشكله بشكل اسهل. طيب جميل، انا شاكر لك جدا دكتور احمد عطيه دهشان.